نحن الآن من داخل إحدى المستودعات الإغاثية في الغوطة الشرقية. طبعا هنا يتم تجهيز 5000 سلة غذائية للأهالي المهجرين في الغوطة الشرقية في منطقة المرج. نلتقي مع أحد المشرفين على هذه الحملة الإغاثية. يعطيك العافية. يا هلا وحياكم الله. أول شيء بنشكر إذاعتكم الكريمة، بنشكر قناتكم الشريفة، الله يجزاكم الخير لمشاركة أهلنا وأبنائنا في الغوطة الشرقية. شو بتحكي لنا عن هي الحملة الإغاثية وليش إنه هلا إنه صارت؟ أول شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إنه في توجيهات من القائمين على هالمؤسسة هي إنه يتوجهوا مباشرة لإغاثة أهلنا اللي تهجروا. وتعرف أنت المرج وكل أحداث المرج اللي صارت، في ناس كتير تهجرت، أعداد كبيرة كتير، فكانت التوجيهات إنه نسارع بإغاثتهم إن شاء الله. طيب شو الشرائح يلي عم تستهدفوا؟ كل المهجرين في الغوطة الشرقية ولا بس في مناطق محددة معينة؟ والله أولا بقدر المستطاع نحن 5000 إلى 6000 وجبة إن شاء الله بدهم يزيدوا، طبعا مو بس يعني السلة الغذائية، وعنا حطب، عنا ألبسة، طبعا استهدفنا المهجرين، استهدفنا المعاقين والأرامل والأيتام إن شاء الله. يتم تحميل هذه السلة الغذائية لتوزيعها على مناطق المرج في الغوطة الشرقية. انطلاق سيارات الإغاثة إلى مناطق المرج في الغوطة الشرقية. وصول سيارات الإغاثة إلى المناطق المرج لتوزيعها على المهجرين من مناطق مدن وبلدات المرج. طبعا في ظل هذه الحملة ومن ضمنها هي توزيع الطعام أيضا من ضمن السلل الغذائية على الأهالي المهجرين من منطقة المرج، توزيع الطعام والخبز. مرحبا عمو. شو اسمك انت؟ راما. راما من وين انت يا راما؟ العبادة. من العبادة. هلا انتو وين، بأي منطقة؟ حوش نصري هون؟ امتى نزحتوا؟ شي جمعة. صار لكم جمعة هون؟ بأنو صف انت؟ خامس. خامس، عم تدرسي ولا وقفت الدراسة؟ هي وقفت. شو السبب نزحتوا؟ ليش نزحتوا من المرج لهون؟ من الضرب. شو عم يصير؟ احكي لنا شو عم يصير بالمرج. بتضرب الطيارة وبمقر وهذا بضرب. انضرب شي بيتكم شي؟ انضرب بيتكم؟ مشان هيك اجيتوا لهون؟ يعني ما عم تدرسي هلا ما؟ طيب بتطلبي شيء، بدك شيء، تحبي ترجعي على بيتكم؟ اه شو بتقولي، هات شو هيك، شو بتتمني، شو بتحبي؟ بتمنى نرجع بيتنا على العبادة ان شاء الله. بابا محمد خلاص. ايوه ليه؟ ها كده محمد الافراح، محمد الافراح، محمد الافراح.